هادشي ديال الزيادات في الاسعار والمقايسه فتح انا نمشي بها ساختم هذه القضيه ديال المقايسه اللي تيتقال بانه القرار اخذ على غفله وداك الشيء. هادشي اولا غير صحيح، لان البرنامج الحكومي واضح قال بان الحكومه ستتخذ الاليات والوسائل الاستباقيه للاحتراس وللتحوط من الاشكاليه ديال صندوق المقاصه. دابا هاد السنه في 2013 صندوق المقاصه شحال درنا فيه في الميزانيه ديال الدوله؟ 40 مليار ديال الدرهم. نعم. من بعد 56 في 2012، من بعد كدا 50 في 2011، يعني كل سنه اكثر من 50 مليار ديال الدرهم. هاد 40 مليار، اولا هذا النظام ديال المقايسه شنو هو؟ اولا الدوله الحكومه تتعهد بانه الى حدود واحد الثمن معين الحكومة تتدخل، وهي 40 مليار اللي حطتها الحكومة النهار الأول باش ما يفوتش فيها، باش ما يفوتش في قانون المالية. في النقاش حول قانون المالية وضعنا السقف 105 ديال الدولار للبريد، هو ما يقابله تقريبا 40 ديال المليار ديال الدرهم هي التي اقترحتها الحكومة. أنا أذكر هذا دابا مجهود عمومي، هذه أولا 140 أنا جاي هذه بعدا الاولى خصنا نقولوها، نقولوا لان هذا 40 مليار راه كان تتشكل في بعض السنوات 10 سنين المقاصه. نعم 10 سنين المقاصه، ويلا الحكومه تحط 40 في سنه، الحكومه تعهدت ب 40 مليار ديال الدرهم. الجانب الثاني ديال المقايسه شنو هو؟ ان نحو الانخفاض ونحو الزياده. دابا حنا اليوم شنو هو الواقع؟ اذا كان البترول تيسوى 65 دولار البلاد بخير، 65 دولار البلاد بخير، ما رابحين ما خاسرين. بمجرد ما تيتحرك على 65 دولار بدولار 700 مليون درهم تتبدا تتحطم عند الحكومه. حنا قلنا من 65 دولار حتى الى 105 الحكومه تتحمل، من فوق 105 غادي تكون المقايسه، الى هبط على 105 يهبط الثمن. اذا هذا الاجراء الثاني. الاجراء الثالث راه حنا ماشي هذا الاجراء الثالث، وهو بطبيعه الحال ما تنقولوش حنا ان الثمن فين ما وصل راه المواطن غيخلصوا، هذا من غير المعقول، من غير المعقول. وبالتالي خذينا الاحتياطات ديالنا، خذينا الاحتياطات ديالنا باللجوء للآليات ديال الاحتراز وديال التحوط، اللي هي مرة أخرى غادي تخلصها الحكومة، لأن هذيك لاسيورونس راه الدولة غادي تخلصها، وبالتالي لجأنا لهذاك. المسألة الرابعة والأخيرة، إذا 40 مليار ديال الدرهم كاين من واحد الثمن لواحد الثمن الحكومة متحلمنا به، كاين الاتجاه نحو الزيادة ونحن النقصان، كاين المسألة الثالثة ديال التحوط وديال ديال 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 التغطية، والمسألة الأخيرة ديال الإجراءات المواكبة. شنو هي الإجراءات المواكبة؟ باختصار كاينة قطاعات ستتضرر ويتضرر منها المواطن. شنو هي؟ هي النقل، النقل الداخل الحضري والنقل ديال الطوبيسات. هادو ما غاديش يتغير الثمن، لأن مرة أخرى عاوتاني الحكومة غتخلص الفارق. إذا كانت زيادة الحكومة غادي تخلص الفارق لهذا أصحاب النقل باش ما يوقعش الإشكال. إذا هذا إجراء شامل ديال الإصلاح، ماشي إجراء ديال هذا، إجراء تيراعي أولا المجهود ديال الحكومة، تيراعي الآثار ديال الزيادات، وتيراعي كذلك الإجراءات المواكبة بالنسبة باش يترفع الحرج على المواطنين. شكرا.